من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان. صفحات من الماضي. في مثل هذا اليوم في 12 مارس عام 1977 تعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى موجة من الأمطار والرياح العاصفة التي تسببت في حدوث أضرار ببعض القرى في إمارة الفجيرة. وتراوحت غزارة الأمطار التي شهدتها المنطقة الشرقية بشكل عام وإمارة الفجيرة بشكل خاص إلى هطول أمطار طوال اليوم، كما هبت على المنطقة رياح مصحوبة برعد وبرق، وانخفضت درجة الحرارة عن معدلها الطبيعي. وأدت موجة الأمطار الغزيرة إلى جريان العديد من الوديان الرئيسية بمناطق مختلفة، وتسببت الأمطار التي بدأت بالهطول في الساعات الأولى من الفجر بأضرار مادية كبيرة في عدد من المنازل، وتعطل عدد كبير من المركبات بفعل المياه المتراكمة في جميع الطرقات، فيما جرفت السيول عددا من المركبات. وتجمعت الأمطار في الدوارات الرئيسية في الشوارع، وبدأت بلدية الفجيرة في سحبها بواسطة السيارات والآلات المخصصة لهذا الغرض، كما قامت الجهات المختصة في دعم عمليات الإنقاذ ونقل العائلات المتضررة من هطول الأمطار الغزيرة إلى بيوت آمنة لضمان سلامتهم من مخاطر المياه المتجمعة داخل مساكنهم. صفحات من الماضي.